مرحبا بكم في سبور إكسبريس. رسميا مباراة الجولة الأولى من البلاي أوف باش تتلعب في موعدها. نعطيكم البرنامج وتعيينات الحكام غدوة في سوسة الكلاسيكو النجم الساحلي نادي صفاقس. الحكم هو محرز المالكي وحكم الفار نعيم حسني. في رادس النادي الفريقي الأولمبي البيجي تحكيم عامر شوشان وحكم الفار هو هيثم جيرات. نهار الخميس الدفعة الثانية في بنجردين اتحاد بنجردين الترجي الرياضي التونسي الحكم أمير رصيف وحكم الفار هو يسري بوعلي. وفي المنستير الاتحاد المنستير اتحاد تطاوين الحكم وليد الجريدي وحكم الفار هو أسامة بن إسحاق. من لاعبي الترجي الرياضي التونسي تحاولوا اليوم الجربة وين يعملوا تربص استعداد لمواجهة اتحاد بنجردين نهار الخميس. بالنسبة لسفر المصر باش يكون نهار لحد لمواجهة الزمالك نهار ثلاث في استاد برج العرب في الجولة الرابعة من دور المجموعات الرابط الأبطال الإفريقية. اليوم بدأ بيعان تذكر مباراة الجولة الأولى من البلاي أوف غدوة بين النادي الإفريقي والأولمبي البيجي مع ساعتين ونص في رادس. غدوة التذكر موجودة في شبابيك المنزه في شبابيك مسرح لاوي الطلق في رادس من 8:30 حتى لساعتين ونص والأسوام 10-15-25-35 دينار. مدافع النادي الصفاقسي محمد النصراوي باش يغيب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة اللي تعرض لها في مباراة الكاس. نحكيو على البطولة العربية للأندية في نسختها الجديدة تحت اسم كأس الملك سلمان. ورسميا الترجي والاتحاد المنسيري هما اللي باش يمثلوا تونس في المسابقة هذه اللي تنطلق ما بين 2 و5 مارس في تصفيات الدورة التمهيدي اللي فيه 4 أندية يترشح منهم نادي واحد. الدورة التمهيدي الأول في 24 نادي من بينهم الاتحاد المنستيري يترشحوا منهم 12 نادي بعد مباريات ذهاب وإياب. في الدورة التمهيدي الثاني 12 نادي يترشحوا منهم 6 أندية لدور المجموعات اللي فيه الترجي من بين 6 أندية متأهلة مباشرة بسبب ترتيب بلدانه ومعهم 4 أندية مدعوة من قبل الاتحاد العربي. بالنسبة لدور المجموعات 4 مجموعات من 4 أندية يترشحوا منها الأول والثاني لدور ربع النهائي ثم نصف النهائي والنهائي. دور المجموعات والنهائيات يتلعبوا في السعودية بين 20 جويلية و5 2023. الفائز باللقب يتحصل على 6 مليون دولار أكثر من 18.6 مليار توينسا يعني 18 مليون دينار فاصل 6. الثاني 2.5 مليون دولار يعني 7.8 مليون دينار. اللي يوصل للدور نصف النهائي 200 ألف دولار يعني 628 مليون. ربع نهائي 150 ألف دولار 471 مليون. دور المجموعات 100 ألف دولار تقريبا 314 مليون. أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم في بلاغ أنه رئيس مجلس الوزراء القطري في لقائه مع رئيس الجمهورية اليوم أعرب على استعداد بلاده لتمويل عدة مشاريع في تونس والتعاون في المجال الرياضي عبر نقل أحد ملاعب اللي احتضنت المونديال لنقل الملعب هذايا لتونس. والملعب اللي يمكن نقله هو ملعب 974. رسميا ملعب بوجمعة الكميتي في باجة مؤهل لاستعمال تقنية الفار بعد زيارة لجنة تفقد من الجامعة لمعاينة الأشغال اللي صارت، وبالتالي الأولمبي البيجي باش يستقبل منافسين متاعو في باجة. بخصوص قضية الموسم الحالي واتهام هلال الشابة لاتحاد تطاوين والجامعة التونسية لكرة القدم شبهة التزوير وفتح بلدية تطاوين خارج أوقات العمل، رئيس الدائرة البلدية حي البر في تطاوين مونجي الروان قال في تصريح المراسلة في تطاوين حبيب الشعباني أنه إجراءات إمضاء عقود ملاعبية اتحاد تطاوين اللي صارت بالدائرة سليمة وانطلقت قبل انتهاء الوقت الإداري وتواصلت استثنائيا بعده بغاية استكمالها في الأجل. نفس المصدر قال أنه القانون يسمح بفتح الدائرة البلدية خارج أوقات العمل في حالات استثنائية كما حالات الوفاة عقد قران أو إبرام عقود مستعجلة في ظرف استثنائي. نويل غريت أعلن اليوم استقالته من رئاسة الجامعة الفرنسية لكرة القدم بعد تجميده في بداية شهر جانفي اللي فات. غريت يغادر منصب موجود فيه من 2011 لكنه يواصل مهامه على رأس مكتب الفيفا في باريس. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزيكا فان بونيت.